ما أكثر المآتم في تعز، ذلك هو التعبير الرائج في هذه المدينة التي حولتها الميليشيا إلى عزاء مستمر، فعداد الموت هنا لا يتوقف عن تسجيل الضحايا، وآخر ما تم توثيقه استشهاد شابتين وإصابة أخريتين من نفس الأسرة جراء قذيفة أطلقتها الميليشيا على أحد المنازل في حي عصيفرة. استقبلنا اليوم في المستشفى فتاتان، إحداهما بعمر 14 عاما والأخرى بعمر 15 عاما، شهيدتان نتيجة سقوط قذيفة، وهناك امرأتان جريحتان نتيجة هذه القذيفة التي سقطت اليوم في عصر هذا اليوم على منطقة عصيفرة. تداوم الميليشيا منذ أكثر من عامين على قصف المدينة التي جعلت من جميع أحيائها بنك أهداف، والنتيجة العديد من الضحايا المدنيين الذين يسقطون تباعا دون أن يكترث لهم أحد. فتعز رغم ما تشهده من مآسي ما زالت غير مرئية بالنسبة لكثير من المنظمات. يقول المواطنون إن الميليشيا تعوض انكسارها في جبهات القتال مع الجيش بالقصف المباشر على منازلهم، مفسرين هذا الأسلوب بالحرب الانتقامية من تعز وسكانها. وليس ببعيد عن أحياء وسط المدينة تخوض قوات الجيش الوطني معارك شرسة في الجبهة الغربية، وبحسب مصادر ميدانية فإن الهدف من هذه المعارك تحرير المنفذ الغربي والمساهمة في تخفيف الحصار، بالإضافة إلى فتح جبهة جديدة باتجاه المناطق القريبة من الساحل الغربي على خط الحديدة تعز.